الحزن، لكن المحبة الأخوية تقبل كل ضعف وتستر كل خير، لأنها محبة حقيقية، محبة تتخطى كل الحدود. فهل ما زلنا نحب إخوتنا رغم كل شيء؟ أن نستر عيوبهم أم نفضحها أمام الملأ؟ هل نغار على مصلحة إخوة العروبة؟ هل نتبنى قضاياهم ونطالب بها؟ أم أصبحنا في زمن فيه كل مصفر في نفسه وفي مصلحة فقط لا غير؟